كما نعى مجلس الوزراء الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام. وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح أن الشيخ نواف قدم أعمالا جليلة وتضحيات كبيرة للكويت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، وبقلوب يعتصرها الألم، ينعي مجلس الوزراء والدنا الغالي وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء والإخلاص والوفاء لوطنه الغالي وشعبه الكريم. ومجلس الوزراء إذ يستذكر بكل الاعتزاز والتقدير الأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي قدمها سموه رحمه الله طيلة حياته من أجل النهوض في البلاد في مختلف المجالات ومن أجل خدمة الوطن والمواطن. رحم الله فقيدنا الكبير سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونسأله تعالى بأن يتقمد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.